عفوا يا جماعة الخير، أنا أتكلم والمايك على الميوت. المهم سامحوني، مثل ما شفنا المزرعة استوت بعد ما حطينا الشبك، ومو مشكلة نجهز عنا شبك زيادة نزيده يزيد عدد الخرفان اللي ممكن نحن نتقبلهم في المكان هذا. خلنا نسوي هني، هاي اللي بالهم تذبيح، إنهم أمة لا يأتون إلا بالقتل. انزين حطي السكافولدنج مطر. انزين الحين الهدف من هذا ان نحن شو نسوي، نحط الفخ في مكان الخروف؟ لا 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 دخيلك، ان نحن نصيد شو الخروف هذا بعدين نشل الفخ مالنا ويانا. ترى بس من يدخل، لحظة يلا ادخل ادخل يا ايها الاحمق، ادخل في الفخ برجع له بعدين مو مشكلة. بس اتصور عندي ما فيه الكفاية اني انا اسوي فخ ثاني. ما عندي فلو. هاي ليش عايشين؟ سؤال، هاي ليش عايشين؟ موتوا، تبن لكم موتوا. يووو بلاش فور ترابس، يا سلام يا احلى اتشيفمنت في العالم. شوفوا كنت ابغى اسوي تراب وما عندي خيوط. الحظ الجميل. تعال خلنا نشوف الخروف طاح في الفخ. لا ما طاح. طبعا عنا هني بنحطي فخ، فخين، ثلاثة، أربعة حق الدياي. بني بدياي وخرفان بمكسهم، لكن بعدين ترى يوم بسوي مزرعة ثانية ولازم بسوي مزرعة ثانية أكيد. طبعا في حد من الكل فوق. يطلع يغير مكانه. وين قطو مالنا؟ شوف هذا قطو غير مونا. ترانا اخبركم وين الاعداء. في خروف هنا يتبن. الحين يبالي شيء ثاني، ترى بسوي مقص 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 مقص. اين انت ايها المقص؟ كان عندي مقص، انا متاكد اني تعلمت مقص. يا جماعه الخير وين صار المقص؟ هذا هو. بسوي مقص ليش؟ يوم نحن عندنا مزرعه في اللعبه الخرفان يتكاثرون، واذا الخرفان تكاثروا كيف نقطع شو اسمه مالهم؟ كيف نقطع عندي واحد زود. لحظة خلنا نلبس سامان، عندي سامان زايد وايد. هذا ايرون بوك اكس، ايرون اكس، تبغى سيف، هذا دمج مال شو، هذا كاربتنر. خلنا نشوف شو عندنا وصفات. عندنا ميج، محتاجين ميج. نحن ما عندنا الا ميج واحد غير، ما عندي ستاف. عاد انا ما حصلت اسوي شيء الا اللي ما عندي اياه، تعرفون؟ هذا ستاف اروم اسوي ستاف. لحظة انا بخبركم، نسوي له ستاف، عصا سحرية. الحين بحط في ايده اي شيء طف، بعدين بغير السمان اللي في ايده مو مشكلة. لو احصل كتاب ارشر استانس، محتاج ارشر زيادة. بس ما عندي لا وورير ولا شو ولا هذا. انزين هاي ما وصلوا ترى على فكرة، مساكين عالقين في الماي. هذا ما بيتحرك شو؟ مو مشكلة عادي. كاتش، شوفوا كاتش كاتش، ريموف تراب. الحين نشيل الفخاخ مالنا، الخروف ادخله برايه مو مشكلة عادي، مو مشكلة. التراب يرجع لنا، ترى بيردونه مرة ثانية في المخزن يعني، مش قضية ترى على فكرة. رديت زدت مدة هذا، سويت له ريفرش. هني نبدأ مشروع المزرعة. هذا هو، زخينا. بنحط تراب وين؟ هني قريب في جسر بيون، مو مشكلة. خلينا نشيل افخاخنا من هني ونتوكل. اظني حطيته مكان كئيب والله، حطيته مكان المفروض ما حطيه. لا والله يدخلونه، بس اوكي ترتيب، يدخلونه امورهم طيبة. حطوا له فخ هذا،
شوفوا من يدخل الخروف عند المزرعة عشان نقدر نسوي فيه نروم اذا قد دقوا عليه كت كت يسوي يجيب المقص اللي سويناه لازم ترى يكون عندنا مقص والله حيوانات ما اللي قاعد تتمشى تدافع عن المحيط حيوانات مالي ما مقصرة وياي خلنا نشل لا لا هاي اللي خلها مكانهم خلهم هاي المكانهم خلنا نشل هذا نبدل ريبليس كول ريبليس رير كول نذبح هاي وعق سكافولدنج هني وشل هالحشيش كله ترى منه فايدة انزين هذا شكله ما بيستلف شي احط النفخ في حضنه انزين هذا خروف رقم 2 نبه وين صرخوا شوفوا صرخوا الخروف هذا الحين استوى عندنا شو بول الحين استوى عندنا مصدر متجدد لمنو لحظه خله كيف ما يمشي حصل فخ بزخك بزخك اليوم ترى لا تقول لي انا ما برحمك هاي المزرعه موضوعها جميل بعدين بنصنف المزارع شو بنسوي في المزارع بنسوي مزرعة دياي ومزرعة شو باري هذا انزين بنسوي مزرعة دياي ومزرعة شو غنم نسوي 6 مو مشكلة بنسويهم تحت يعني نفس المكان بس نزخ اوكي هذا ما زخه كاتش كاتش ان نفرقهم نحن ترى على مزرعتين موضوع شوي طويل ليش لان لازم اعبي مزرعة فول واعبيها غنم واذبح الدياي كله واتريا شو واتريا يتكاثر عندي شو الغنم لين تستوي المزرعة فول يعني والمشكلة اللعبة ما تحدد مثلا كم انا عندي بيكون كم تيس كم هذا داخل ما تحدد لازم انا بروحي احدد ذبحته هذا ناخذ ريش عنه مو مشكلة خلنا نشل هذا نبغى نشله هذا ليش رد من فوق يستهبل شو رايكم نشل الليبل هذا شوي قاهر بي انا قاهر قاهرني الليبل خفيف خفيف صراحة قاهرني والله احس المفروض ما يكون واقف هنا لحظة هاي من ضحايا الحرب ترى ماتوا عندي ماتت وحدة في الحرب ما عندي ايرون مو مشكلة دام عندي سلاح ترى وورير يا سلام سلامي بس حصلنا وورير انا ادور الوورير دوار وورير يا سلام ها شو كوك بوك ادور وورير لازم اسوي لهم الحين شو شيلد صراحة صراحة الحق يقول لازم اسوي دروع ما عندي اقول توي صرخ خروف توي صرخ خروف كيف ما عندي اقول المفروض يكون عندي اقول عندي خروف ثاني صح بس ما في اقول وما بذبح الصراحة خلنا نشل هذا وهذا نشل الطبقة هاي كاملة هليبل هذا بتفن انا تريو مش بتفنه يعني بمسحه سوري مش اتفنه لكن شوية حماس يعني يا سلام يا سلام مسحة عن الوجود بنزل عندي ايرون بتاكس شو تعرفون شو تفرق ما ادري اذا لاحظتوا يعني ابام بسرعة يروحون يردون بعد ماشي بسويه مع الماي دايركت ها شو ارشر اوه زين حصلنا ارشر نبى ارشرز عندنا 10 ابى 2 ارشر 2 ميج و 5 و 6 ووريرز عندي اوريدي 2 ميج الحين بشوف كم ارشر عندي ودايركت دايركت 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 2 ميج ما في واحد ثاني تعالوا خلنا نرتب الوضع خلاص استوى قريب يعني مش قضية
مو مشكلة، عندي سكافولدنج مش متعب جديد يعني. حق شو عندي سكافولدنج قاعد حق هذه الشغلة، هاي شغلة الاسكافولدنج اصلا. شوفوا شوفوا اللي بسوينا ابا، راح يبل الحصى، راح يبل الحصى. والحين اوكي مع هذا سوينا المزرعة، سوينا الامور كلها، سوينا كل شيء. بيكون وين تراب سمالي؟ وين تراب سمالي؟ في عندي اوكي هذه الهم. بكون خلصنا هالحلقة، فبسكر عنكم الحلقة ان شاء الله، واشوفكم في الحلقة القادمة على خير. متمنين ان اللعبة تنال اعجابكم وتستانسون وتنبسطون ان شاء الله، وتشاهدون مشاهدة ممتعة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.